ليش ما لحن لك؟ لأنك ملحن؟ هو مو ملحن، لحن حسن شكرتي، وهو رتبوا لي منع أن أغني بالعراق أصلا، ومنعت على مدى سنتين. ليش؟ يعني بيا حكم بيا الجو كله بالمبيعات حسين البصري فؤاد سالم، فؤاد سالم حسين البصري. فطالب قرغلي هذا الفتحة اللي يجي واحد حسين البصري، والله جينا بالثورة دندن أغاني مال شعبية مدري إيش يعني مدينة الثورة، فيستصغرون الواحد يعني. شلون منعوك؟ طالب فتشي الحقيقة. طبعا احنا هم عظام وكل شيء، لكن هاي تاريخ. بس النفس نفسيته. شلون منعوك يعني؟ يعني شنو حجتك؟ الغناء غير اللائق. فكان منير بشير هو أبو الفنون. طبعا المايسترو. الفنون. ايه. فأهل التسجيلات دفعوا فلوس رشاوي على مود أروح أنا إلا أوقع ويعطوني الموافقة من فتح. ما رحت. سنة ما رحت. قلت لهم ممنوع ممنوع. بس المبيعات بالسر. يعني الكاسيتات انباع الحسين بصر بالسر وفؤاد سالم بالسر. هاي بثمانينات مو؟ اي فؤاد سالم هم كان ممنوع طبعا بسبب اراء سياسيه يعني.